العملاء بتوعي كلمني على عربيه مرسيدس اي 200 كوبيه، فطبعا انا دايما بحب اتعامل بالفيديو، فقلت اصور له عربيه. العربيه موديل 2023 اي 200 كوبيه زي ما حضراتكم شايفين كده، تمام. العربيه طبعا وكيل ضمان سنتين، هلف لفه حواليها وبعد كده اقول لكم مواصفاتها. زي ما حضراتكم شايفين ادي الفرنس بتاعها، الجنط طبعا هي كامله، كل حاجه ام جي، مرايات كهرباء، فرش طبعا جلد بالكامل. طبعا العربيه تحفه بصراحه، وعربيه طبعا اللي هو بيحب يركب مع شخص واحد، ما تكونش عائليه. طبعا العربيه دي ممتازه جدا، يعني هي اقل حجما طبعا من اي 200 او من السي 200، تمام، سوري، في الحجم. هي العربيه جميله جدا، اي 200 انا اقصد هي اقل في الحجم من الاي 200، عشان طبعا في جزء من الباب الخلفي او الشنطه مش موجود. العربيه مواصفاتها، هي العربيه طبعا وكيل ضمان سنتين، 4 سلندر، 197 حصان، 2000 سي سي، اوتوماتيك، طبعا فيها كل حاجه، الوسائل الهوائيه، مانع انغلاق المكابح، تمام، الاي بي اس والاي بي دي، وتوزيع قوى المكابح، تمام، والتكييف طبعا كهرباء. وبالنسبه للمقاسات، الجنوط 18، 360 كاميرات ليد، الإضاءة بتاعتها، البانوراما طبعا بالكامل. بالنسبة للغلق الأوتوماتيك دي الأبواب، الزوايا الكهرباء، فرش جلد بالكامل، طبعا الفرش هنا أسود، طبعا مقاعد كهربائية طبعا موجود. أنا بشكر طبعا كل إخواتي وحبايبي اللي بيشتركوا في القناة، من غير من طبعا ما أنا يعني أقول لهم بصراحة كتر خيركم. طبعا أنتوا وصلتوني 100,000 الحمد لله، وعقبال إن شاء الله أنا بلعب دلوقتي على 500,000، بلعب معاكم على 500,000. أشكركم وأشكر كل المتابعين، وربنا يبارك للمشتركين.